النهار على الأقل سواء على القاهرة أو على معظم المحافظات المصرية. جزيل الشكر لدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية. طيب شبورة معناها أن في يعني تحذيرات مرورية. معانا على الهاتف سيادة العقيد مصطفى إبراهيم مدير العمليات بالإدارة العامة للمرور. عقيد مصطفى صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. تحياتي لحضرتك يا فندم وجميع الساده المشاهدين. صباح الخير. عقيد مصطفى، الشبوره الكثيفه صباح اليوم هل تسببت في اي مشكلات على الطرق السريعه او داخل العاصمه؟ تمام. يعني احنا يعني بدايه الاداره العامه للمرور والاداره العامه للحمايه المدنيه في قطاع الشرطه المتخصصه بتنسق تنسيق دائم مع الهيئه العامه للارصاد الجويه. يمكن احنا عندنا من امس يعني ليلا كده ان في اخطار، ان في توقعات ان هيبقى في شبوره مع ساعات الصباح الاولى اليوم، وفعلا الصبح لقينا في شبوره مختلفه الحده تقريبا على كافه الطرق، وصلت حتى يمكن لغايه الطرق الداخليه على المدينه، على الدايري، على المحور. صحيح. مناطق الكورنيش بالكامل اللي قربها من النيل طبعا كان عليها شبوره كثيفه جدا مع ساعات الصباح الاولى. يعني عملنا استعداداتنا واخطرنا. يمكن احنا كان عندنا مع ساعات الصباح الاولى كان محور ضفر على طريق مصر الاسكندريه الزراعي اللي قربه من المسطحات الزراعيه كان مقفول، والحمد لله اتفتح وبتسير فيه حركه المرور حاليا بنظام التفويج من خلال بوابات الرسوم. منطقه بدايات طريق مصر اسكندريه الصحراوي من اول منزل المحور كده ومناطق البوابات في اتجاه اسكندريه للقادم والمتجه منه الى اسكندريه كان فيها كثافات، وكنا قافلين الطريق لسه مفتوح يمكن من مده لا تتجاوز 10 دقائق، وظباط طريق اسكندريه الصحراوي بيفوجوا حركه المرور حاليا عن طريق تجميع عدد من السيارات وتسييرها. يمكن احنا لتاني يوم على التوالي طريق الصعيد الشرقي الحر او طريق حلوان الكريمات اللي بيمتد مع مناطق الصعيد والمنيا وخلافه كان مقفول الطريق من بوابات المنيا ومن بوابات الكريمات. أيوه. ومن طريق مصر ومن عند بوابات حلوان الكريمات. حاليا الثلاث طرق اللي كانوا مغلقين تم فتحهم من مده تتراوح من 5 دقائق ل 10 دقائق بس، لكن بتسير حركه المرور حاليا عليهم على نظام التوفيق اللي هو طريق الحلويان الكريمات الصعيد الشرقي، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، طريق مصر اسكندريه الزراعي في منطقه دفر. بدايه بنحب نطمن مشاهدينا الكرام من يتابعونا الان، من له يعني احد من قاربه او اهله او ذويه على سكه سفر، الحمد لله بفضل الله لم تتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور أي بلاغات بوقوع أي مصادمات. الحمد لله. الحمد على مستوى لله السلامة المرورية الحمد لله الأمور تمام. يبقى فقط الكثافات والتأخر في وصول الرحلة، ودي طبعا حاجة يعني أقل أهمية شوية في سبيل الهدف الأسمى والأعلى اللي هو السلامة المرورية إن شاء الله. السلامة بالظبط. يعني نبقى يعني بطاء شوية أحسن ما تقع حوادث مؤسفة. بالظبط. وإن شاء الله بإذن الله تمر على خير، الأمور في تحسن كل ما الشمس بتسطع يا فندم، كل ما الشبوره بتنقشع شيئا فشيئا الى ان تعود حركه المرور على طبيعتها ان شاء الله يعني تمر على خير، وحتى الان الحمد لله الامور تسير. طيب بالنسبه لحركه المرور بقى في وسط البلد وفي الاماكن اللي بتشهد دايما ذروه مرور او تكدس مروري صباحي، اخبارها ايه النهارده؟ يمكن احنا يعني احنا برضو من الملاحظ ان من امبارح امس كده من اول الفتره المسائيه كان عندنا كثافات مروريه مرتفعه جدا في منطقه وسط المدينه، كوبري اكتوبر بالكامل. النهارده الصبح يمكن تاخير الوصول الرحلات المرورية على الطريق السريع والشبوره مع بدايه بعض يعني بعض المراحل الدراسيه بدانا فيها في امتحانات نصف العام الدراسي النقل والاعدادي والثانوي واختلافه، ففي ارتفاع شويه في معدلات الحركه المروريه. متابعين مع زملائنا في غرفه عمليات الاداره العامه للمرور القاهره، اتوبيس معطل ما بعد مطلع محور نصر في اتجاه الماليه، الاعمال اللي بتقام في منطقه كوبري القبه في الخليفه المامون قدام مستشفى كوبري القبه العسكري زي ما اشرنا مع حضرتك امس مستمره لغايه يوم 26/1، بعض الاعطال البسيطه في اللي جاي من الطريق السريع اسماعيليه الصحراوي داخل على كوبري التعمير في اتجاه محور جوزيف ايتو، كثافات مروريه مرتفعه على كوبري اكتوبر. يمكن احنا في مثل هذا التوقيت من كل يوم بنقول شويه الامور هديت، الفتره الصباحيه او الذروه الصباحيه على وشك الانتهاء، لا متوقع انها تمتد شويه النهارده لان الشبوره مؤديه الى بطء شويه في الحركه، عطلت كمان
تمام، اللي لكن جايين من بره القاهرة كمان عطلتهم، فهتبدأ الزحمة بتاعتهم متأخرة شوية النهاردة. بالظبط، يعني بالظبط تأخير البطء الحركة المرئية على الطرق السريعة بيخلي من يقصد القاهرة يوصل متأخر، صحيح. فبالتالي ساعات الزرو. على فكرة ما نستهنش أبدا بالرحلات المرئية اليوم الواحد اللي جاية داخلة القاهرة، احنا عندنا يعني إحصاء مبدئي كده مش أقل من حوالي يزيد على 2 مليون رحلة مرورية بتيجي داخل القاهرة، فدي بتعمل كثافات الصبح وبتعمل كثافات اخر النهار، بتؤدي كمان لكثافات في المترو في حركه نقل الركاب الداخليه طبعا وخلافه. ولكن الحمد لله على مستوى العام داخل القاهره، وبس الملاحظ بارتفاع في معدلات الحركه على المحاور اللي مشاهدينا الكرام حفظوها، احنا بنقولها كل يوم، دايري والمحور والكباري مناطق المواير. يبقى حاجه اخيره بس، احنا كان التشغيل التجريبي امبارح لكوبري السلام، ايوه احنا عايزين كلنا نتعاون كمرور، كأجهزة دولة، كقوات مسلحة، كإجراءات تأمينية، يبقى الاستجابة من قائد السيارات. احنا عايزين التجربة تنجح، عايزين الكوبري ان شاء الله. ليه حضرتك بتقول كده؟ هل ما كانش في استجابة بالأمس وأول أمس؟ يعني احنا بص يا فندم، لو هناك يعني عدم استيعاب لما نشير إليه في المراحل الأولى مفيش مشكلة، يعني احنا التشغيل التجريبي هذا هو غرضه. أيوة. احنا نجرب البوابات التأمينية اللي موجودة على الطريق، نجرب الالتزام بتعليمات التشغيل. احنا بنقول يا جماعة الكوبري له حرم، مدخل الكوبري له حرم، والكوبري الحرم الكوبري مدخله من طريق سريع، طريق مهم جدا، طريق القاهرة اسماعيلية بورسعيد. بنبدأ العربية تتجمع الساعة 3، تبدأ نخش في حرم الكوبري من الساعة 3 حتى الساعة 6، ناخد الإجراءات التأمينية والتعقيم والكشف عن المفرقعات والكلام ده كله. أيوة. ثم لما تصدر تعليمات بفتح الكوبري الساعة 6 يبقى في كم كبير من السيارات ريدي خلاص يتحرك مباشرة. صحيح. عايزين الحركة تسير على هذا النمط. لا، امبارح كان في سيارات كتير منتظرة، كان في تكالب على الدخول على البوابات، رجال المرور اللي كانوا موجودين هناك، قيادات إضاءة عاملين بذلة مجهود عشان تسير حركة المرور على الطريق. احنا ان شاء الله باذن الله الكوبري هيشتغل، ان شاء الله التجربه تنجح، كلنا مقدرين قيمه تشغيل الكوبري في ان شاء الله يا فندم الشرق، وتمنياتنا يا فندم بوصول جميع الرحلات المرورية بخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله. سياده العقيد مصطفى ابراهيم مدير العمليات بالاداره العامه للمرور كالمعتاد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التقرير.